السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أخوتي، يمكن ملاحظين هذا روبوت لحلابة الأبقار، شغل شركة دلافير. طبعا هاي الشركة سويدية. هلا هون بنشوف الأكش، يعني موضوع إضرار الحليب وما إضرار الحليب، وكل شطر وش قد اللي عم ينزل حليب من البقرة، النسب والمتوقع واللي رح ينحلب حاليا. طبعا هذا واحد، وهون هذا سخان مشان تنظيف الروبوت، عملية الغسيل، وهذا الروبوت الثاني، يعني روبوتين بنفس غرفة الحليب. طبعا هذا المبدأ جدا جدا رائع وجدا جدا حلو، مثل ما شايفين هذا الروبوت الثاني هيك، اي اعدادات البقرة، ترتيبة، شو بتعطي، شو كل شيء بيحفظه هون. طبعا مثل ما ملاحظين هذا الروبوت هذاك الطرف البقرة عم تستنى البقرة هاي حتى تحلب، حتى تحلب حتى تدخل. هاي كيونا مثل ما شايفين، مباشرة بيفتح ليك الباب، تدخل البقرة وتطلع البقرة من هذا الباب الثاني. نظام جدا جدا رائع. هلا خلص الروبوت الحليب، اوكي مثل ما ملاحظين خلص البقرة، انتهى حليبه تقريبا، او هذا الشطر انتهى حليبه، وقف مثل ما ملاحظين هون، مثل ما شايفين لحاله بيسحب، بس ما ضل حليب، لحاله بيسحب الخراطيم. مبدا كثير حلو وكثير رائع. وطبعا اول ما تدخل البقره، هلا حاليا راح افرجيكم فيديو ثاني بس يخلص هذا، اعطيناكم نظره عن الحلب وما حلب. هلا بس تدخل هاي البقره الثانيه، راح افرجيكم كيف بيتم التعقيم وكيف بيتم الحلب، يعني نظام. طبعا هذا هي هون كلها مواد معقمه بشكل اوتوماتيكي، بياخذ وبيعقم نفسه وبيغسل نفسه. طبعا هي هون عندنا اسطوله الحليب، هي الابقار اللي فيها انتيبيوتيك، كويس فيها انتيبيوتيك بيعزل حليبها بشكل تلقائي لهالنقطه هي. وهلا رح تدخل بقره جديده هون، هلا مثل ما فرجيناكم هون هي البقره لسه في شطرين شغالات، هلا بس خلص الحليب فيها. اذا ننتبه هون على موضوع التدفق، شايف لحاله سحب الخرطومين لحاله، هلا رح يعقم، شوف لاحظ، هلا رح يعقم، شوف لاحظ، رح يعقم كل حلمه بحلمتها، شايفين شباب؟ شايفين؟ كل حلمه بحلمتها عقم. طبعا هاي كاميرا كثير كثير قوية وجدا فعالة. خلصت، طالع مباشرة بشق روتين، كسل البرادر، الكؤوس، اشتغل بالكاميرا، خلصها. وهلا فتح الباب لتدخل بقرة ثانية. لحالها البقرة بشكل تلقائي دخلت البقرة على الروبوت، وحاليا راح يبلش يعقم. شوفوا شباب، كل حلمايه بحلمايتها بيعقمها. شوفوا البقره الثانيه هون منتظره عم تستنى دورها. شوفوا كل يعني كل حلماي بيعقمها، مثل ما ملاحظين شباب عم يعقمها طبعا بالماء بالاضافه لضغط الهواء. شوفوا راح يرجع لهدول الحلميتين اللي هون، شايفين شو موضوع غسيل، يعني عن جد كثير كثير روعه. بالاضافه هلا راح يرجع لهيك طبعا عن طريق الكاميرا الموجوده فيه، مثبته فيه، شوفوا الكاميرا شايفين. هلا بالاضافه انه قدام البقره مثل ما حاضرين علف، حاضرين علف جاهز عمال تاكل البقره وهي عم تنحلب. هلا خلص تعقيم،
رح يفلت الكأس او البردات. يبلش بموضوع الحل. شوف كاميرا جدا دقيقة وجدا قوية. لاحظ اخذ البرداق الثاني وعمل رح يعلق عليه. علق. نجي على الثالث والرابع. مثل ما شايفين شباب يعني تكنولوجيا جدا رائعة جدا حلوة. طبعا هاي مثل ما قلتلكم هاي تابعة لشركة دلافيل. هون تحركت البقرة ما قبل. هلا ها راح يرد يرجع يعلق عليها. وبيمسك الخراطيم مشان ما البقرة تصيبهم. ومثل ما خبرناكم البقرة لحالها عم تاكل هنيك قدام حاضرين. يعني موضوع سيستم جدا رائع كثير حلو ممتاز جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.